متحور جديد قد يكون شديد العدوى أعلن عنه رسمياً الخميس في جنوب إفريقيا حيث تم اكتشافه. يثير تفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد أوميكرون الخوف حول العالم وتحديداً في أوروبا. من ناحية تكافح القارة في مواجهة موجة خامسة للوباء بنسخته الحالية، وبحسب العلماء فإن المتحور الجديد يحتوي على مجموعة غير عادية من الطفرات التي تثير القلق. السلام عليكم، ازيكم؟ من كام يوم كده ابتدت جنوب افريقيا تلحظ زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا بشكل كبير داخل البلاد. حد هنا كان الكلام ماشي ممكن يبقى مقبول، الا ان جنوب افريقيا فجرت مفاجأة وقالت لك على فكرة ده عدد المصابين بفيروس كورونا اللي واخدين لقاح ممكن يقارب الناس اللي مش واخدة لقاح اصلا. وهنا كانت مفاجأة كبيرة جدا، جنوب افريقيا اكتشفت انها قدام فيروس جديد او نوع جديد من فيروس كورونا سموه ايه؟ B11529. ده اللقب اللي اطلقته جنوب افريقيا وطلعت قالت للعالم كله احنا عندنا متحور جديد او شكل جديد من فيروس كورونا. اول ما جنوب افريقيا طلعت قالت الكلام ده كل الدول صرعت بايقاف الطيران مع جنوب افريقيا، محدش يجي لنا ولا حد يروح. عايز اقول لك ان في اكتر من مصري موجود هناك في جنوب افريقيا، منهم مثلا مذيع اللي اسمه خالد عليش كان بيقضي شهر العسل هناك، مش عارف لا يروح دبي ولا يروح مصر ولا يروح اي حته، الراجل اتحبس هناك بسرعه كده. برضو في ناس حظها لطيف ان انت تروح، يعني اليومين المفترجين دول بتوع الاوميكرون تقرر ان انت تعمل شهر العسل بتاعك في جنوب افريقيا. معانا زميلنا الاعلامي خالد عليش وهو كان رايح يعمل شهر العسل بتاعه في جنوب افريقيا، هيعمل ايه؟ هيرجع ازاي؟ ايه الحكايه؟ ايه الوضع هناك؟ اهلا خالد، الف مبروك وقلبي عندك. الحقيقة ان الموضوع ما وقفش عند هنا، انت بتتكلم ان كل دول العالم تقريبا قفلت السفر مع جنوب افريقيا، بس ده ما منعش ان الفيروس ينتشر ويوصل لدول غريبة جدا. زي مين مثلا؟ زي هولندا. طلعت قالت على فكرة احنا في مطار امستردام ما اكتشفناش فقط B11529 ده، لا احنا اكتشفنا انواع كتيرة جدا داخل المطار. يعني تحس كده هولندا اتصدمت انها لقت انواع كتيرة جدا وانواع مختلفة من فيروس كورونا ما كانوش عاملين حسابهم الظاهر. فابتدت الدول الأوروبية تعلن عن قلقها، لحد ما طلعت منظمة الصحة العالمية اللي هي WHO طلعت قالت ايه؟ قالت على فكرة الفيروس الجديد ده اللي اسمه B11529 ده احنا هنسميه او اطلقنا عليه اوميكرون. اوميكرون هو الاسم الجديد، بس خلي بالك ان اوميكرون ده اول الاسم، لان تكملة الاسم صادمة. بيقول لك اسمه ايه؟ اسمه اوميكرون سارس كوفيد 2 او كوفيد 2. معنى كده ان ده النسخة الجديدة من فيروس كورونا. طب ايه اللي بيمتاز بيها النسخة الجديدة من فيروس كورونا؟ طيب اللي كشف الموضوع ده اكتر من موقع بس اكثرهم عقلانية هي رويترز وبي بي سي. رويترز وبي بي سي قالوا لك الفيروس ده بيقدر يخترق اللقاح، الفيروس نفسه قدر يتحور وقدر ان هو ينسخ نفسه نسخ قادرة على التعامل واختراق لقاح فيروس كورونا، يقدر هيصيبك. وعلى فكرة الانتشار بتاعه اسرع بكتير جدا من فيروس كورونا، يعني قابل للانتشار بسرعة سهلة جدا. الحقيقة لا البي بي سي ولا رويترز وضحوا ازاي بينتشر، ما قالوش، بس هو قالك ان هو سهل جدا في الانتشار، عادي العدوى هتصيب اي حد، والكارثة ان هو بيصيب الملقحين بشكل سهل جدا، مش صعب على فكرة ان انت تكون واخد لقاح ويجي لك فيروس كورونا. الحقيقة ان اوميكرون ده سبب صدمة للعالم بشكل كبير، المتحور الجديد لفيروس كوفيد 19 واللي اسمه اوميكرون زي ما قلنا، ويبدو ان العالم مستنفر وبيستعد لجولة جديدة من المواجهات مع هذه السلالة الجديدة للفيروس. السلالة ظهرت في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وهونغ كونغ. منظمة الصحة العالمية صنفته بأنه فيروس شديد العدوى ومثير للقلق، لكن العالم كله في حالة من الذعر، ولم يسبق لأي متحور جديد لكورونا أنه أثار هذا القدر من القلق حول العالم منذ ظهور المتحور دلتا. الأمريكان واقفين مصدومين، إزاي إحنا نكون بنحتفل بعيد الشكر ويجيلنا فيروس أوميكرون ده؟ وإيه فيروس أوميكرون ده؟ الحقيقة أكتر حد معلق على الموضوع ده هي وول ستريت جورنال. وول ستريت جورنال بتقولك بص لحد دلوقتي أنت بتعرفش حاجة عن الفيروس، كل اللي طالع كلام، إنما أنت ما عندكش البنية المعملية بتاعت الفيروس أو التفسيرة المعملية بتاعته، فبلاش إن أنت تتكهن. وأهم حاجة في الأوضاع اللي زي كده اللي إحنا عرفناها إن الإغلاق بيبقى الكوارث بتاعته او النتائج بتاعته سلبيه اكتر من ان انت تفتح الحدود.
فالموقع اللي هو وول ستريت جورنال بيوصي الدول انها ما تقفلش، بس الواضح كده ان اوروبا هتقفل. ليه؟ انا عاوز اقول لك ان اسرائيل قفلت، اسرائيل قفلت حدودها، قالت لك يا باشا ما حدش يجي لي ولا حد يطلع، واللي هيجي ده لو جه هيقعد من 3 ل 7 ايام في اي فندق لحد ما تطلع المسحه بتاعته سلبيه، او ما تطلع سلبيه هيطلع من الفندق. وعلى فكره بريطانيا عملت نفس الكلام، بريطانيا قالت لك اي حد هيجي من بره يفضل قاعد في فندق لحد ما يجيب بي سي ار او مسحه سلبيه، ممكن بعد كده يتحرك، انما غير كده هيفضل قاعد 7 ايام لحد ما نشوف اصل البي سي ار ايه. خلي بالك ان رويترز بتقول لك ان الكارثه، وعلى فكرة الخبر ده طالع من دقائق، ان الكارثة ان الفيروس ابتدى ينتشر، النسخة الجديدة او كوفيد 2 ده ابتدى ينتشر في ايطاليا، فرنسا، المانيا، بريطانيا، ابتدى يخش على الدول الاوروبية كلها. ما تعرفش ازاي ابتدى ينتشر بالشكل الكبير ده، وازاي العالم ما كانش مدرك انه عادي من الفيروس. وول ستريت جورنال بتحاول تطمنك وتقول لك ايه، تقول لك على فكرة حتى لو كان الفيروس قوي بس ما زال كورونا، وادام ما زال كورونا يبقى انت عندك سلاح ممكن تطوره، وهو العقارات او اللقاحات. اللقاحات دي ممكن ان انت تطورها بشكل كبير وتعدل بينها، لو عرفت التركيبة الجينية بتاع كورونا 2 ده تعرف تعدل التركيبة الجينية بتاعت اللقاحات، فتعرف ان انت تتصدى ليه، وده اللي شغال عليه دلوقتي فايزر وبايوتك. بايوتك شغالة برضو على الموضوع ده، ان هم يطوروا اللقاحات بتاعتهم ويعدلوها بحيث انها تتعامل مع الكوفيد 2 او كورونا 2. الحقيقة ان الموضوع اخطر ما انت ممكن تتخيل، لان العالم لسه طالع من تبعات فيروس كورونا، او لسه حتى بيعاني منها، فكون ان تيجي كورونا 2 صدمة للعالم كله. الواضح ان كورونا 2 دي زي ما قالت بي بي سي ورويترز سهلة جدا في الانتشار، والاعداد بتاعتها ابتدت تزيد بشكل دراماتيكي بشكل كبير جدا. عاوز اقول لك ان الامريكان ليهم كام تعليق كده مش ظريف، يعني بخصوص ان وعود بايدن وان هو هيتصدى جالنا بقى فيروس كورونا 2. طيب العالم كله واقف قدام كام حاجة، اولا واقف قدام الناس اللي ما تلقحتش والناس اللي مش عاوزة تاخد لقاح اصلا. يعني الناس اللي مش عاوزة تاخد لقاح، انت قدام نوع جديد من فيروس كورونا يكون اثاره اكثر قوة من الفيروس اللي قبليه. يعني انت كان ممكن تستحمل فيروس كورونا، انما كورونا 2 ده انت ما تعرفش هتعرف تستحمله ولا لا. شفت الخطوره ازاي؟ طيب تاثير الاقتصادي ايه؟ انا عاوز اقول لك ان وول ستريت جورنال بتقول لك النهارده بورصه نيويورك اتهبلت سهم، يعني داو جونز خسر 2.9%، ده رقم كبير جدا على داو جونز. في نفس الوقت انت بتتكلم اسعار النفط ابتدت تنزل، كل ده تاثيرات اقتصاديه من كتر الرعب اللي اصاب العالم من فيروس كورونا 2 او اوميكرون. فالناس كلها واقفه قدام الموضوع ده، وهتلاقي تأثير على اللوجستيات، هتلاقي تأثير على السياحة. بعد ما احنا كنا يعني بنحط ايدينا على قلبنا ونقول يا رب السياحة تتعافى بشكل كبير، هتحط ايدك على السياحة وهتشوف بقى تأثر غريب، لان الواضح كده ان انتشار الفيروس اصعب بكتير ما احنا كنا متخيلين. في نفس الوقت طلعت نائبة جو بايدن كامالا هاريس، طلعت في الحديث اللي انت هتشوفه ده، بص كده بتقول ايه. As the president has said, we're going to take every precaution, and so that's why we've taken the measures we have. But again, I can't stress enough. One, if you have not had the booster shot, get the booster shot. Cannot stress enough the importance of getting vaccinated for those who have not been vaccinated. I will say what I say every time because it remains true. They are safe. The vaccines are safe. They are free, and they will save your life. Do you think there'll be any additional travel restrictions? We'll take it one step at a time, but as of now, we've done what we believe is necessary. أنا اللي واقف عنده إن وول ستريت جورنال بتقول لك مفاجأة من العيار الثقيل. بتقول لك بالرغم إن إحنا مش عارفين كوفيد 2 ده خصائص بتاعته إيه، أو بيعمل إيه، أو حتى بيموت ولا ما بيموتش، هتلاقي إن الخيار الأحدث والأحسن هو الإقراص أكتر كمان من اللقاحات. قلت لك الموضوع بتاع الإقراص ده هيكون سهل جدا، لأن الإقراص بتاعت فايزر، هم قايلين كده، الإقراص بتاعت فايزر والإقراص بتاعت ميرك، الإقراص دي هتكون ليها آثار إيجابية كتير جدا على كوفيد 2، والواضح كده إن العالم هيقبل على الإقراص أكتر من اللقاحات، لأن لو الناس مش عاوزة تاخد لقاح ممكن تتقبل فكرة الإقراص، ولو فايزر وميرك قدروا يطوروا الإقراص دي بشكل قوي هيبقى الناس ما عندهاش مشكله خالص في اللقاحات، وانها تاخد اقراص بشكل كبير واكثر تطورا واكثر حمايه. ده اللي خلى جو بايدن ان هو يطلع النهارده ويقول يا جماعه يا ريت كلنا ناخد الجرعه المعززه او الجرعه الثالثه من اللقاحات. هو بيوصي الشعب الامريكي بكده. تلقى الرئيس الامريكي جو بايدن الجرعه الثالثه من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا في حدث نقلته وسائل إعلام أمريكية على الهواء مباشرة بهدف تشجيع الأمريكيين على تلقي اللقاح. خلي بالك جو بايدن
شعبيته بتنهار. انا جيت قلت لك كده كذا مره. تخيل بقى مع الفيرجن الجديد او الروح الجديده بتاعت فيروس كورونا هيعمل معاها ايه؟ يعني راجل كده كده مش عارف يتعامل مع فيروس كورونا، هيتعامل مع فيرجن الجديد او النسخه الجديده؟ وولسي جورنال بتكمل مقالتها وتقول لك الخبر الجيد ان العالم مستعد او مدرب على التعامل مع فيروسات. يعني لازم تقف قدام الحته دي، العالم مش هيختبر فيروس جديد زي فيروس كورونا ويبتدي يتعامل معاه خالص، العالم جاهز باللقاحات، العالم جاهز بطريقه التعامل مع الفيروسات، فدي ممكن تخفف من اثار كورونا الجديده. بس في الاول والاخر انت بتتعامل مع مرض غامض، لازم تستنى وما تبقاش مرعوب او ما تبقاش مطمن قصاد الكورونا الجديده. اخر حاجه في وول ستريت جورنال بتقول لك لو انت عاوز تتعامل مع المرض ده ما توقفش اللقاحات. يعني خلي بالك وول ستريت جورنال بتقول في ناس كتيره جدا او دول كتيره جدا مش غنيه ما خدتش اللقاح لحد دلوقتي، دول هتبقى مشكلتهم اعظم بكتير. بس لازم ان الدول دي يصل لها رساله انها يجب ان تسرع في عمليه التطعيم، لان ده الخيار الوحيد اللي قدامك وقدام كل الحكومات. واوعى تفكر في الاغلاق، هم اللي بيقولوا كده، ما تفكرش في الاغلاق لان ده هيبقى الحل السهل اللي خسائره كبيره جدا بالنسبه لكل الدول. فالسؤال دلوقتي سؤال مهم جدا، انت شايف ان العالم هيغلق تاني وهنخش في الدوامه تاني والكارانتين والحجز والكلام ده كله، ولا هنقدر ان احنا نتعامل بشيء من الحذر مع الفيروس الجديد؟ دي كانت اخر الاخبار اللي طالعه من فيروس كورونا، يا رب اكون شرحتها لك بشكل مبسط. وخلي بالكم من نفسكم وربنا يسترها علينا كلنا ان شاء الله، واسترها على البلد دي واسترها على العرب كلهم، ورب ينصر مصر. تحيا مصر، سلام. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك يا رب العالمين، من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي بين